تؤمني في الطاقة؟ أكيد الطاقة موجودة حولنا صح؟ أي تؤمن إن واحد ممكن يأثر على الطاقة بطريقة ما؟ طبعاً صح؟ طبعاً تؤمن إن أحياناً أنت ممكن تكون لديك القدرة إنك تأثر على أشياء معينة؟ أنا بسوي هذا إكزاكتلي تسويها صح؟ آه ممكن تجرب حاجة بس سريعة معك؟ أيوة بس كذا لا لا تسوي شيء؟ لا مرة سريعة أنا أم بالطاقة جداً أنا عارفة أنا لو قلت للحين ضليت أفكر الكاميرا حتطيح من يدي بتطيح من يدي أنا ما كنت تسوي أو قفل طبعاً إيش تسوي معك؟ عن جد عم تحكي؟ أبغاكي معايا ما في شيء يربطنا بالجلاس صح؟ اوكي ابدا ابدا صح؟ أبغاك تركزي على الجلاس ركزت كأن في طاقة قاعد تطلع منك كأنك قاعد تأثري عليها الطاقة الحين بينفجر على الطاقة اللي تطلع مني هي الطاقة هي اللي نبغاها ركزي عليها ركزي عليها ركزي عليها معايا؟ واو لا أنا كذا مش شايفة لا كذا مش شايفة لا لا تنفجر بيدي لا لا تفتحي بالله؟ ايوه افتحي شوفي لو فيه شيء لا برافو عليك ها؟ لا بس مين حيدفع ثمن الجلسة؟ لا هي معين البستكي بس برافو